بسم الله الرحمن الرحيم. تمشي الرؤية الحكيمة التي تتعلق بتدبير الموارد المائية وفي إطار التنظيم اليوم العالمي للماء، ارتأت الوكالة أن تنظم اليوم الدراسي تحت عنوان تدبير الإجهاد المائي والإنجازات وفرق المستقبل. كنا نحتفل على الصعيد الإقليمي فقط هذا العام، ونظرا للظروف اللي كيدوز بلادنا في الإجهاد المائي، ونظرا للنجاحات اللي حققناها داخل الوكالة المستقبلية لتنظيم المياه والكهرباء، وخاصة فيما يتعلق بالشق ديال الماء، ارتأينا أن نشرك أن نكبر دائرة ونشرك ونحتفل على صعيد الجهة أولا لتقاسم الخبرات والتجارب الناجحة، ثم لانتقاء المشاريع ذات الأولوية المشتركة مع جميع القطاعات. شكرا.